اسلام ومرحبا بكم، ان شاء الله الناس كلها تكون بخير ولاباس. رجعت لكم اليوم في روسات جديده. اليوم باش نقدم لكم روسات القرع الاخضر هذا او ما يسمى بالقرع بوتزينه بزيت الزيتون على الطريقه التركيه بالطبيعه. كيف ما تشوفوا فيه الصوص ديجا جوست بثلاثه مكونات، بصل طماطم والقرع هذا قرع اخضر. طريقه سهله ياسر بنين، ما نحكي لكم مش صحي. تابعوني وان شاء الله تستفادوا من الفيديو هذايا. اول حاجه نصبوا هكا مقدار تاع زيت زيتونه، برسك 3 مغارف الكيكه، نصبوا عليهم هكا بصله مقصوصه جويده كيف ما تشوفوا، هذه تو بعد ما تقلت البصله تو نحط لها هكا مغرفه صغيره طماطم معجونه. كيف ما تشوف تو بعد ما تقلت الطماطم هذيا تو تصب عليها هكا 3 كعبات قرع اخضر، ولا كيف ما كل واحد عنده تسميه، قرع بوتزينه ولا قرع اخضر، هذوما 3 كعبات هكا باش نقلوهم مع الطماطم هذيا. بعد ما قليت القرع هذي لمدة 3 دقايق نصب عليه هكا كعبة طماطم مقصوصة جويدة قرشيقة مقصوصة جويدة. توا باش نصب عليه ملح، بالطبيعة الملح حسب الذوق، كل واحد يحب ملح زايد ولا ناقص. هذي حبة ملح باش نحط هكا نص مغرفة صغيرة فلفل أكحل، نص مغرفه صغيره فلفل احمر. طب خلطهم هذوما الكل مع بعضهم هكا كيف ما تشوفوا. الروسات هذه سهله ما فيها شيء كيف ما شفتوا. توا هذه الطنجره هذيا باش نغطيها هكا ونخليها على نار هاديه لنطيب. كيف ما شفتوا هذا القرع نتاعي حطيته في الطنجره معاه كعبه طماطم كيف ما قلت لكم، ما حطيتش معاه حتى قطره ماء باش نخليه هكاك يطيب في الماء نتاعو هو الطماطم، ومن بعد باش نوريكم القرع في الاخر كيفاش باش يطيب. كيف ما تشوفوا هكا هذا تقريبا بعد 15 دقيقه هكا 20 دقيقه هذا القرع نتاعي طايب، باش نطفي عليه توا. كيف ما تشوفوا هذه تاع الروسيت تاع القرع كيف ما قلت لكم حاضره بعد ما طاب. عندي لهنا شويه شبت مقصوص قصوا جويد هكا ونحطه فوق القرع هذايا كيف ما تشوفوا. الشبت هذايا بان الماكله برشا. ان شاء الله الروسيت هذه عجبتكم واستفدتوا منها. نتقابلوا ان شاء الله في فيديو جديد وفي روسيت جديده وفي امان الله.